ايه ده؟ طيب خلونا نجدد الترحيب مرة تانية بضيوفنا بالترتيب بقى، احمد مقلد، فناننا احمد مقلد وفناننا اسامة علام والاستاذ خميس الامور منورنا. عاملين ايه؟ الحمد لله، راحة الروح صح كده؟ ارواح راحة الارواح. ايه راحة الروح دي احسن بعدين؟ هي راحة مش الراحة، كومفورت يا جماعة اللي بيحبوا. الاول الفرقة مين اللي اسسها؟ انا مؤسس الفرقة. حلو. والحقيقه ان هو كان مشروع شخصي يعني بحلم بيه من زمان طول عمري. احنا اشتغلنا فرق كتير انا واحمد. ده انتوا رفاق بقى. ايوه الله، احنا اخوات متلازمين تقريبا يعني. طب الحمد لله. فاحمد يعني من الناس اللي شجعونا ان احنا نعمل فرقه. احنا كنا مع دكتور نصر عبد الفتاح اكيد عظيم، كنا مع حضرتك هنا كمان السنه اللي فاتت. كنت موجودين معانا السنه اللي فاتت. هو انا عجزت للدرجه دي؟ يعني للدرجه دي ما بقتش بعرف. لا كده خلاص كمل. والحمد لله يعني واشتغلنا مع وزاره الثقافه ووزاره الشباب والرياضه. انا بدرب اوركسترا وزاره الشباب والرياضه للانشاد الديني ما شاء الله، مع دكتور اشرف صبحي والاستاذه نجوى صلاح رئيس الانشاد الفنيه، وبدرب فرقه الفرقه القوميه للانشاد الديني في البحيره ما شاء الله، واحمد معايا في كل الفرق ديت يعني، وهو اهم الصلوات اللي موجوده في الفرقه يعني، هو يقدر يتكلم عن ده بقى رفيق الدرب وعلى المشوار. ايوه احنا يعني اول ما بدانا احنا يعني كنا اتعرفنا على بعض في وزاره الثقافه او حاجه، فرقه الموسيقى العربيه بالبحيره. جميل. لان احنا اساسا من البحيره احنا اثنين، بس من ناس. مراكز مختلفه. احسن ناس. فلما رحنا فرقه الموسيقى العربيه يمكن الكلام ده من حوالي 12 13 سنه. ها. يعني ده بدايه التعارف يعني. ماشي. بس احنا يعني كان النهج اللي واخدينه هو الانشاد الديني بصراحه. حلو. يعني غنينا موسيقى عربيه دي حقيقه يعني. بس احنا حبينا يعني نكون في المجال اللي احنا بنحبه ونلمح فيه اللي هو مجال الانشاد الديني، وبدانا زي ما اسامه اتكلم يعني ان احنا عايزين نعمل حاجه مختصه بالانشاد الديني، ويمكن حاربنا كتير لما اعتمدوا فرقه الانشاد الديني بالبحيره يعني تبع اصول الثقافه. يعني دلوقتي يمكن الاعتماد من سنتين او حاجه اعتمدوا فرقه رسميه للانشاد الديني بالبحيره طبعا بقياده اسامه علام. والحمد لله بفضل الله قلنا برضو نعمل بجانب وزاره الثقافه نعمل فرقه خاصه. جميل. اللي سميناها راحه الارواح. راحه الارواح. غير كده انا بفضل الله سبحانه وتعالى حققت لقب مسابقه ابداع لمراكز الشباب واحد تحت رايه وزاره الشباب والرياضه. حققت المركز الاول فيها على مستوى الجمهوريه سنه 2018، ومسابقه بوابه الاهرام، مسابقه الاصوات الحسنه سنه 2019، وبفضل الله وزير الاوقاف رشحني للاذاعه. هي لسه الاجراءات يعني شغاله ان شاء الله، اجراءات الاعتماد بالاذاعه والتلفزيون ان شاء الله. ما شاء الله. استاذ خميس اتعرفت على الشباب الحلو ده امتى؟ من 13 سنه برضه. مع بعض زملاء مع بعض. والله دول قد ولادنا دول. لا اخوات الزملاء هم دلوقتي لما بيقولوا 13 سنه، انا كنت زمان لما نقول 13 سنه كنت بحس ان هم رقم. دلوقتي لما بقول 13 سنه دول بالنسبه لي بقوا امبارح خلاص. طبعا يعني لما نبقى على مشارف ال 50 رقم ال 13 و12 و10 ما بيتحسبش. وبعدين نبدا نحسب نعد بقى. لا يا ربنا يديلكم طول العمر. فبقى لك معاهم ال 13 سنه يا ان شاء الله بعون الله سبحانه وتعالى. طيب يعني انا ضد فكره ان احنا نقعد نقيم بعضنا، لكن انا عاوز افكر ايه اللي يخلي الفرقه تاخد قرار ان احنا هنغني انشاد، وده طريقه صعب جدا وغناه صعب. احنا بنتكلم على مزيكا وبنتكلم على مخارج الفاظ ولغه عربيه سليمه، بنتكلم على كل حاجه. وفي نفس الوقت الغنى التاني اللي هو التجاري اسهل واربح وفي السريع البني وطريقه اسهل في كده على طول، والعائد طيب والعائد اكبر. للاسف حبيته كده انا طول عمري شغل حب. ما بنحبش الغنى اللي هو بتاع اليومين دول. الهبط يعني ما لكش الكلام ولا انا بصراحه، بس ماشي يعني ادي الحال زي ما بيتقال. لا للاسف مفيش لحن، مفيش جمل لحنيه، مفيش كلام حلو يعني. الكلام اللي بيتقال ما يصحش يخش البيوت، يدخل البيوت كلمات متستفه كده جنب بعضها وخلاص ما يدخلش البيوت، لكن يبقى في جمله على بعضها وتخش جوه القلب والروح ولها معنى. على رايكم صعب طبعا، حتى المزيكا صعب. المزيكا بتاعت اليومين دول من اسهل ما يمكن، وتلاقي اغلب الناس بتغني هي من مقام واحد وما بيغيروش. كله لازم واحده ومقام واحد. عندنا مقام اسمه المقام المستهلك يعني، او المشاع او المشهور للوقت حاليا، هو مقام الكرد. اللي هو يعني مع احترامي يعني الشعب المصري شعب موهوب بالفطره يعني. البياع اللي بيبيع الفاكهه اللي بيمشي في الشارع ده
يغني احسن من اللي بيغنوا مهرجانات، يغني احسن منهم فعلا. اللي هو بنادي على البلح مثلا او على الفكه اللي بينادي بيها، بينادي بتون بنغمه معينه. ويقال يعني يشاع ان الشعب المصري يعني بيتكلم بياتي، ما احد مقامات الشرقيه ورست ورست. ما هم المقامين الشيعيين على فكره اللي بيفتتحوا بهم حتى قراء القران الكريم في الاذاعه دايما يبقى بياتي، وفجاه ينقل الرست الطبقه العاليه بتاعتها. فيعني عايز اقول لك يعني شعب موهوب بالفطره، فليه نختصر فننا احنا، احنا اللي صدرنا الفن للعالم العربي كله. اذا كان فن الغناء او اذا كان فن التواشيح والابتهالات تمثل في الشيخ علي محمود والشيخ النقشبندي والشيخ طه الفاشني والمشايخ العظام الشيخ محمد عمران، واذا كان حتى في في عالم الموسيقى والغناء من اول سيد درويش ومن قبله بالعلي محمد وبتبعيه يعني الاستاذ عبد الوهاب والست ام كلثوم والشيخ زكريا احمد وسلام زكريا حجازي. طبعا احنا بنتكلم على عمق. احنا صدرنا الفن للعالم العربي كله، ينتهي بنا الحال ويقول بنا الحال ان احنا نقتصر على مقام واحد اسمه مقام الكرد، اللي هو مع احترامي يعني اي شخص عادي يخش الاستوديو يقدر يقول مقام الكرد ده لانه في متناول. محترفين المزيكا لما يتكلموا وتقعدوا تقولوا لنا كلام كده اللي هو ايه، بنحس ده احنا صغيرين قوي يا جماعه. طيب